بناء شقة أو سكن بقرض بفائدة هناك ثلاث حالات. هناك حالة ضرورة بمعنى أن الشخص إذا كان مضطرا إلى هذه العملية فلا حرام مع الضرورة، والضرورة بمعنى أن بحيث إذا لم يحصل على السكن بهذه الطريقة فسيصيبه ضرر بالغ، يعني ما أن يشرد وأن يسكن في الشوارع، أو وإما أن يكون في حال حاجة، والحاجة يعني أقل من الضرورة، والحاجة كما قال الفقهاء تنزل منزلة الضرورة، بمعنى أنه في هذه الحالة يجوز باعتبار أن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في حال الاختيار، بمعنى في حال الاختيار بمعنى أن الشخص يمكن أن يسكن بالكراء، يمكن أن يسكن بطريقة من الطرق، ففي هذه الحالة أحب أن أبين أنه إذا اقترض الشخص فقرضا ما بمبلغ ما فذلك المبلغ الذي اقترضه حلال، وبالتالي فإن تلك الشقة أو ذلك السكن الذي اشتراه بالحلال الخالص.